والآن مشاهدينا الكرام، كلمة لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد محترم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، معالي السيد وزير العدل حافظ الأختام، معالي السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد الفاضل قائد الكشف الإسلامي الجزائرية، السيدات والسادة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السيدات والسادة الحضور، السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام، أود بداية أن أشكر السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على هذه الدعوة الكريمة بمناسبة اجتماع مجلس الهيئة، والذي يتناسب مع تنصيب أعضاء جدد في الهيئة. أهنئهم على الثقة التي حظيوا بها من طرف فخامة رئيس الجمهورية، وعلى المهمة النبيلة التي يحملون شرف مزاولتها بمناسبة نشر مداومات الهيئة على مستوى مختلف ولايات الوطن. لقد أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية بالثامن عشر من الشهر الجاري استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو بذلك يقطع الشك باليقين ويرسم مرة أخرى إرادته في إرساء وتوثيق التقاليد الديمقراطية في عمق المجتمع والدولة ومؤسساتها. إنه بذلك يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقا، بها دولة قائمة بمؤسساتها تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية، ومصرة على السماح للشعب من إنفاذ إرادته السيدة بحرية ومسؤولية. فمنذ الوهلات الأولى التي تبعت استدعاء الهيئة الناخبة، تحركت الماكنة الانتخابية وتجاوبت بفعالية مع متطلبات هذا الاستدعاء لتيسير كل الإجراءات الخاصة بتقديم الترشيحات للهيئة المخولة، لا سيما تسليم الاستمارات الفردية للتوقيع لصالح المترشحين وتسخير كل المصالح المعنية بالعملية من أجل التكفل بها في أحسن الظروف. وتزامنا مع هذا الإجراء يجرى التحضير بوتيرة حثيثة ومتسارعة من أجل الشروع ابتداء من اليوم 23 جانفي 2019 في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهي عملية درجنا على تنظيمها ونعمل في كل مرة على تحسينها، مستعينين بذلك بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة تيسيرا لإجراءات التسجيل والشطب لمواطنينا، وإحكاما لعمليات تطهير القوائم الانتخابية من كل عمليات شطب يتوجب القيام بها. إننا نباشر
هذه العمليات، ونحن كلنا أمل في أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عرسا آخر من أعراس الديمقراطية، موعدا لتجديد العهد مع كل من ضحى من أجل أن تقوم هذه البلاد حرة مستقلة سيدة في قراراتها ومؤسساتها. إننا كلنا وعي برهانات المرحلة وما تقتضيه من حيطة من أجل تمكين مواطناتنا ومواطنينا من أداء واجبهم للانتخاب في كنف الهدوء والطمأنينة والتعاون مع كل الفاعلين والطاقات الخيرة، حتى نضمن استشارة انتخابية شفافة ونزيهة. إن وجودنا اليوم معا في هذا اللقاء رفقة زميلي معالي السيد وزير العدل حافظ الأختام وإياكم لخير دليل على التزامنا في التعاون معكم كهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل تمكينكم من ممارسة كل مهامكم الرقابية بكل أريحية. لقد أسديت التعليمات اللازمة للسيدات والسادة ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين من أجل تحري أعلى درجات التنسيق مع مداومات الهيئة على المستوى المحلي، وحرصت على أن يتم تعيين منسقين مع الهيئة على المستوى الوطني لتجاوز أي عائق قد يعترض هيئتكم الموقرة سواء على المستوى المركزي أو المحلي. إني في غاية الارتياح لنوعية العلاقات التنسيقية التي باتت تجمع بين هيئتنا والتي نثمنها ونحرص على أن تأخذ قسطها من الرعاية حتى ندير العمليات الانتخابية بأجدى الطرق وأكثرها مطابقة للقوانين المعمول بها. إني أيضا في غاية الاعتزاز بالدور التي باتت تلعبه هيئتكم المستقلة الموقرة في ضمان شفافية العمليات الانتخابية وترقية حس المحاسبة والمساءلة، فهي فاعل أساسي في الجهاز الانتخابي الوطني أصبحت تطلع بمهام دستورية جد هامة بفضل النظرة المتبصرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من الكفاءات الوطنية المستقلة للمجتمع المدني رافدا من روافد المسار الديمقراطي وحارسا أمينا لإرادة الشعب السيدة. لقد بات لهيئتكم السيد الرئيس مكانها ومكانتها في الحقل المؤسساتي للدولة كهيئة رقابية دستورية مستقلة تسمو فوق كل إخضاع سلمي أو تأثير إيجابي، وهو ما نعتبره مكسبا لتجربتنا الديمقراطية الفتية ومثالا يحتذى به في إرساء ميكانيزمات مؤسساتية ذات مصداقية لرقابة العمليات الانتخابية. تأكد السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء هذه الهيئة الموقرة عن استعدادنا التام نحن ومصالحنا للتعاون والمرافقة والعمل معكم من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وجعله نجاحا آخر من نجاحات ديمقراطيتنا الناشئة التي لا طالما طالتها ألسن التشكيك وأيادي المناورة، إلا أنها لم ولن تنجح فيما تحكيه تحيكه من مخططات. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.